مرحبا بكم في درس جديد. راح نتعلم بهذا الدرس كيفية معرفة أنواع الكمبريتور وكيفية ربطهم مع تايمر. زين، أنا فرضا اختاريت greater than، اختاريت هذا الكمبريتور. هنا كاتب لي انتجر 1 وانتجر 2، هذا يشتغل على الانتجر، أو اختاريت دبل أو اختاريت فلوت، هذني ثلاثة يشتغلون بالأرقام. زين، كيف أني عندي تايمر؟ طبعا التايمر اللي كنا ناخذه اللي هو الاس دي، هذا الاس دي شوف ايش كاتب لك هنا، اس دي الاس دي شوف ايش كاتب لك، اون ديلي تايمر كويل. يعني هذا كويل، يعني هنا راح تكتب لي اسم واضح، وهنا راح تكتب لي التايم مالته اللي هنا شوف كاتب لك الان اس 5 تايمر، هنا تكتب لي التايمر مالته الكود مال تايم، فما راح يطيق غير هذا الاوتبوت. جربت تقدر تستدعي من خلال التاج مالته وتستخدمه. اني ما يفيدني تايمر، اريد تايمر اخر. التايمرات الاخرى شوف عندك البولس وعندك الدوت، عندك الاس بولس عندك الاس او دي تي، العفو او دي تي، الاو دي تي هو نفس الاس دي، ولكن الاو دي تي خلينا نسوي نتورك جديده. الاو دي تي هنا تقدر تكتب التايم مالتك، اوكي خلينا نسميه نعطي اسم فرضا تي 1. زين، وهنا تعطي التايم مالتك، ايضا كاتب لك الاس 5 تايم، يعني اس 5 تي او تايم تكتب كيفك هاش 30 ثانية. زين، هذا من نوع ODT. ODT ما يعطيك اوتبوت، ايضا اون ديلي، يعني اون ديلي يعني ما يعطيك اوتبوت اذا ما ينتهي التايمر مالته. زين، هذا هو الفرق بيناتهم. زين، اني اذا اريد يعني اخزن هذه القيمة، خل نكمل الاوديتي بعد، نخلي له هنا انبوت، وهنا ايضا تقدر تطلعه للريسيت، هذا الاس السيت مالته والار الريسيت مالته. الاس مثلا اي 0.0، اوكي، وهنا اي 0.1. اذا تستخدم الريسيت، تقدر ما تستخدمه يعني بشكل طبيعي ماكو اشكال، اذا تستخدم الريسيت. زين، انا ما راح استخدمه حتى لا اصير اوسع عليكم. زين، اوكي، هسه عندنا الانبوت للاس وهذا الريسيت. هنا الاوتبوت هناك يعطيك اوتبوت بشكل طبيعي نفس اللي اخذناه بالاس دي، يعطيك اوتبوت هنا بي اي يعني باينري. زين، هنا راح يسوي لك اخراج باينري، هنا راح يسوي لك اخراج بي سي دي. البي سي دي شنو هو؟ البي سي دي هو الباينري كودد ديسيمال. بي سي دي، بي سي دي هو نوع من الارقام اللي تكون يسموه البي سي دي، يعني ارقام يستخدموه جماعه الالكترونيك. هذه الارقام ما استخدمها لان انا شو احتاج؟ احتاج انتجر اعداد حقيقية. ليش؟ لأن الكومبايلر مالتي كاتب لي ان، يعني أريد انتجر. زين، إما تكتب لي الرقم، وهذا أخذنا مثال عليه، أنا هنا أريد أربطه ويا التايمر. زين، كيف أربطه مع هذا التايمر؟ لو فرضا جبت كونفرتر، أوكي، نجي الكونفرتر. الكونفرترات شوف إيش عندنا من كونفرترات. الكونفرترات لو تجي هنا تروح على الكونفرترات، الكونفرترات عندنا البي سي دي اللي اخذناه هنا، هذا البي سي دي، بي سي دي اوكي للاي يعني للانتجر، وعندنا اي للبي سي دي، وعندنا للدبل، وعندنا للريل، عندنا كثير من التحويلات. زين، اني هذا جاي يعطيني بي سي دي، اريد احوله انتجر، اذا لازم اختار بي سي دي تو اي، اوكي يعني فرضا تقدر تخلي هنا، تقدر تخلي بنتورك جديده بي سي دي تو اي. زين، هذه القيمه الوسطيه بيناتهم ما راح تنخزن، لازم تستخدم ميموري. زين، اذا اني استخدم للبي سي دي، عفوا للبي سي دي، اذا استخدم مثلا ام 0.0 انتر، زين شوف اعطاني ايرور. ليش؟ لانه هاي تخزن بت واحد، اوكي اني اريد استخدم ام دبليو يعني ام وورد، الوورد هو 16 بت،
البايت 8 بت، و البت اما ترو او فولس يعني اما 0 او 1، والوورد هو 16 بت، فلازم استخدمه بال 16 بت. مثلا راح استخدم اول ميموري بال 16 بت انتر، اخزن بها قيمة البي سي دي اللي تطلع من التايمر، وانا احول هاي القيمة احولها للان مع البي سي دي اللي هنا شوف كاتب لك كورد ام دبليو صفر. اوكي هسه هذا المحول راح يحول لي اياها شنو؟ راح يحول لي اياها ك زين احنا ليش ما نخليه بوحده هنا احسن، حتى مباشرة نعطيه input، خليه نفس ال input C Ctrl V Ctrl C Ctrl V. اوكي زين حتى مباشرة يشتغل مع هذا الفوق. زين هسه هنا ال output مالتي، شوف هنا كاتب لك out int يعني integer، هذا وين تريد تخزنه؟ M W استخدمنا الصفر، راح استخدم الواحد، اخذ ايضا 16 بت اضافي من ال او واحد وورد من الميموري مالتي. زين هذا ال MW1 راح اخليه بالكومبايلر مالتي اللي هو MW1. اوكي زين ويا ما تقارنه، فرضا اريد اقارنه مع، شوف هنا ال 30 راح يضيف لك الملي سكند ايضا وياها، يعني يعني تصير 300 هاي. زين انا اريد بال 200 يعطيني اوتبوت اذا الكومبايلر مالتي اكبر، العفو الكومبريتر يعطيني اوتبوت شي يشغل لي كيو 0.0. اوكي زين هسه خل نسوي داونلود نشوف شنو راح يصير عندنا. هسه هذا التايمر مالتي وهذا الكونفرتر وهذا ال كومبيرتر. زين زين هسه خل اجي ساعات هنا للاسفل تكون اوضح ما تقبل تنزل الاسفل. زين هسه اجي بال هنا احنا شو مسميه ار اي او بوينت او راح يشغلهم كلهم. زين شوف هنا تحقق الشرط اول ما شغلنا، ليش؟ لانه القيمه اكبر هنا انتهى الشرط صارت اصغر. زين هنا هذا شنو وظيفته؟ شوف جاي يعطيك ارقام بال بي سي دي، هنا جاي يحول لك اياهم انتجر، هذا هو التحويل. لو فرضا جبت اني هاي ام دبليو 0 اللي هي شنو؟ اللي هي بي سي دي يعني بعدها ما صار انتجر وخليته هنا ام دبليو 0، شوف الارقام اللي راح تطلع عندي داونلود اونلاين. زين هسه خل اجي اطفي هذا نبدي من جديد، شوف يعني طلع لي 4600، هذا بي سي دي، انا هذا الرقم ما يفيدني وما راح استخدمه. زين المفروض شو تخلي؟ تخلي يعني هسه لو اريد، يعني هو جايب لي من الاعلى من الادنى للاعلى، مو صحيح؟ 30 لا جاي يعد من 30 للصفر. زين انا اريده اذا 400 يعني ماكو تشغيل، هذا مرجع لل MW1. ليش MW1؟ لانه ال MW1 خازنين بي انتجر، هذا بي سي دي تو اي. زين راح يجيب الانتجر وهنا بالكمبريتر داونلود اونلاين يصير، خلينا نشوف والله بالواحد، شوف ما تحقق الشرط لحد ما يعني هو الشرط كله اوفر هذا التايمر مالتي، فما راح يتحقق الشرط. زين تقدر تستخدم غير كمبريتر، ايضا اقدر استخدم غير كمبريتر، خلينا نجيب greater than less than اقل، يعني اقل التايم من اذا التايم فرضا ام دبليو 1 هذا التايمينج مالتنا اللي راح يبدي من 300 وينزل اذا 300 اكبر من ال 100
أو 150. إذا 300 هنا، 300 200 أكبر من 150 شغل لي. العفو إذا أصغر. أوكي. يعني هنا شوف ايش راح يصير. راح أول شيء راح تبدي 300 299، ما راح ما يتحقق الشرط. ليش؟ لأنه أصغر أو يساوي. من يوصل 150 راح يتحقق الشرط. خلينا نسوي داونلود ونصير مونيتورينج. شوف هنا ما تحقق شرط. ليش؟ لأنه أصغر أو يساوي. زين. هنا أول إحنا موضوعنا على الكمبيوتر. أوكي. فشوف من راح يوصل 150 راح يعطيك أوتبوت اللي هو راح يبين هنا عندك. الطاق اوتبوت هذا الكمبريتر يقارن ويعطيك اوتبوت. هذا النشين مغزى مالتن. هذا التايمر يعني هاي كمراجعة سريعة. هذا التايمر استخدمناه مع الكمبريتر. قلنا التايمر ما يعطيني مباشرة انتجر، فخلينا له محول للانتجر كونفرتر يحول لي من الارقام البي سي دي لارقام الانتجر. هذا هو كدائرة بسيطة. ان شاء الله راح نتوسع بال كومبريتر، فتابعوا يانا بالفيديوهات القادمة.